مساء الخير أعزائي وأحبائي، أغلى مشاهدين في الدنيا. ليلة جميلة على حضراتكم، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. معاكم دكتور مجدي إسحاق في برنامجكم ساعة ونص مشورة على الهواء مباشرة زي كل ثلاث الساعة 8 مساء. أنا في انتظاركم زي ما أنتوا في انتظار. النهاردة بقى هسأل حضراتكم شوية أسئلة كده قبل ما أقول لكم عنوان الموضوع. في كده مرات الواحد فينا بيبقى محتار طبيا في حاجات بتيجي مع بعض بتخلي الواحد يتساءل هو فين العاية. طبعا ربنا هو الشافي المعافي، طبعا يعني أنا هو الرب شافيك. الآية الجميلة اللي قيلت في سفر الخروج 15 بعد ما شعب الله طلع من أرض مصر، فالرب الشافي، لكن هو يعني الطب آت من عند العلي، فأعطي للطبيب مكانا. يشوع بن سيراخ 38، ربنا جعل في أيدي الأطباء الشفاء اللي بين ايديه، طبعا هو اللي بيدي الشفاء. الغلطه مش انك تطلب الطبيب، اللي غلطه انك تطلب الطبيب وما تبصش لاله الطبيب. طيب السؤال، في بعض الناس بتشعر بالاجهاد، هل انت بتحس مرات انك انت مرهق بدون سبب؟ طبعا في اسباب كتيره، بس انا هقول دول كده وقول لي يا ترى دول عندك ولا لا. بيجي لك صداع من وقت للتاني، بتحس مرات بشويه ارق اثناء النوم او ما بتخشش في النوم بسرعه، ضغطك بيعلى كده وما بيبقاش منتظم، هل سكرك مرات بيبقى عالي؟ هل بتحس انك انت عندك نوع من انواع التقلصات في العضلات والألم المنتشر في جسمك؟ اذا كان الكلام ده كله موجود عندك، انت محتاج تسمع حلقة النهاردة. نحن نتكلم على موضوع بعنوان المغنيسيوم معجزة علاجية. شيء محير جدا في بعض يعني حالات الطب الكتيرة. احنا بنتساءل، هو مش مرض، هو نقص مادة موجودة في الجسم، نوع من الأملاح اسمه المغنيسيوم. على فكرة المادة دي محيرة والكلام فيها قليل حتى في المراجع الطبية، لكن أنا النهاردة قررت إن أنا أحكي لحضراتكم موضوع رشيق كده وخفيف هيعجبكم جدا إن شاء الله. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده مش معناه إن أي واحد عنده الأعراض دي هيروح يقفل الحلقة وياخد مغنيسيوم. الحلقات دي مطلوب مني إن أنا أوعيك وأحكي لك أعراض، انما طبعا لازم في الاخر تسال الدكتور، لانه مش كل واحد عنده سكر هياخد مغنيسيوم مثلا يعني. لا طبعا هياخد علاج السكر وياخد علاج الضغط وياخد علاج للقلق والتوتر والكلام ده، لكن يتحط في الاعتبار الكلام اللي انا بقوله. يعني الفيديو ده ليس فيديو علاجي ولكنه فيديو تثقيفي او حلقه تثقيفيه يعني. طب دي المقدمه بتاعتنا. الجزء الثاني اللي انا عاوز اتكلم عليه، ما هي وظائف المغنيسيوم في الجسم؟ هنعرف 8 وظائف المغنيسيوم بيعملها في الجسم، كلهم اعجب من بعض. هو مبدئيا انت بعرف ان المغنيسيوم بيسموه كو فاكتور، يعني عامل مساعد في اكتر من 300 عمليه حيويه بتتم داخل الجسم، على الاقل 300. انا نقيت منهم 8، طبعا هم الثمانيه دول متفرعين لل 80 و1000 و800 يعني كتير، لكن انا نقيت اهم 8 اللي هم العناوين الرئيسيه. نمره واحد ان هو باسط للعضلات، عشان كده الناس اللي بيجيلها تقلصات في العضلات هو بيشتغل كنوع من انواع المصر ريلاكسنت، ادي واحد. اتنين، هو بيكون مكون رئيسي في العظام. احنا لمن لا يعلم، احنا جسمنا فيه 206 عظمه في وش العدو، يعني ال 206 عظمه دول هم المخزن الرئيسي، فيه 60% من المغنيسيوم اللي في جسمك متخزن في العظم، وهو يساهم في تكوين العظم. عشان كده لما المغنيسيوم مثلا بيقل، الناس بيجي لها هشاشه، بالذات الستات في سن معين كده بعد سن ال 45 50 بينقصهم هذا الامر، اللي بيجي لهم نوع من انواع الهشاشه في العظم الاوستيوبوروزس، بيحتاجوا الى هذا العنصر التكميلي اللي احنا ما بناخدوش في الاكل. ثلاثه، هو ينظم مستوى السكر في الدم، يعني هو عامل رئيسي من اجل دخول السكر داخل الخليه، يعني بيساعد الانسولين. ومش بس كده، ده كمان بيقي الكلى من اثار السكر، يعني حاجه رائعه انه بينظم السكر وبيحمي الكلى. اربعه، هو مسؤول عن قوه ضخ الدم في الجسم، البامبينج اوف بلاد، يعني طاقه ضخ الدم. تصور يعني الدم هو ماشي عاوز ماده تحفز الدوره الدمويه، محفز للدوره الدمويه. عشان كده للناس اللي بيجي لها نقص في المغنيسيوم بيجي لها نوع من انواع الارهاق بشكل عام. خمسة، ينظم ضغط الدم، يعني كمان بيؤدي لارتخاء الأوعية الدموية. هقول الكلام ده بعد شوية وهشرحه. يعني هو بيشتغل مثبط لمادة الكالسيوم، يسموه كالسيوم شانل بلوكر. الكالسيوم ده
قابض للأوعية الدموية، فهو بيرخي الأوعية الدموية فبيوطي ضغط الدم، يعني معالج طبيعي لضغط الدم. ستة، هو مكون للطاقة، بيسموه انرجي بروديوسر، مكون للطاقة، يعني الطاقة العامة، النشاط العام للجسم. عشان كده قلت لكم في أول الحلقة البني آدم اللي عنده نوع من أنواع الإرهاق ده ممكن جدا يكون عنده نقص مغنيسيوم. سبعة، مسؤول عن نشاط المخ واستيقاظه وحيويته، عشان كده الناس اللي بينقص في جسمها المغنيسيوم بيجي لهم أرق وتوتر واضطراب في النوم. تمانية، ودي حلوة جدا جدا، مثبط لانتقال الألم. برضو دي حاجة غريبة جدا، لو إن المغنيسيوم بيمنع دخول الكالسيوم داخل الأعصاب، لدرجة عملوا بعض التجارب في المعمل، قارنوه بمخدر مشهور اسمه الكيتامين. يعني لما تدي الكيتامين ده بيحصل نوع من أنواع التخدير، المغنيسيوم مشابه بجرعات بسيطة لمؤثر التخدير في العضلات. عشان كده الناس اللي عندها آلام مزمنة محتاجة تاخد مكمل غذائي مغنيسيوم. الناس اللي عندها مثلا فايبروميالجيا أو عندها آلام في الأعصاب زي ما هقول لكم حالا بعد شوية يعني. لدرجة إن هم عملوا دراسة هتشوفوها حالا على الباوربوينت بتاعتنا. الدراسة دي اتعملت على مجموعة من الناس، اتعملت سنة 2020، سبتمبر 2020، عنوان الدراسة قدامكم، Efficacy and Safety of Magnesium في معاملة أو في المانجمنت اوف كرونيك بين سيستماتيك ريفيو. يعني اتعملت دراسة، ادي المرجع اللي يحب يخش على جوجل ويشوف المرجع ده على الباب ميد، الناس الأطباء اللي بتتابعني يعني. ايه فكرته ده؟ عملوا دراسة على العدد الآتي، على حوالي 418 متطوع للعمل ده، جربوه في آلام الأعصاب، وجربوه في الصداع النصفي، وجربوه في ألم الظهر. على فكرة لقوا إن هو مفيد جدا في منع حدوث نوبات الألم، سواء ألم الظهر أو ألم الصداع أو ألم الأعصاب أو أي نوع من أنواع الألم. طبعا أكتر حاجة تفوق فيها ألم الصداع، لكن كل أنواع الألم جاب فيه نتيجة يعني. طيب، يبقى آدي وظائف المغنيسيوم. يبقى قلنا مقدمة عن المغنيسيوم، وظائف المغنيسيوم. ثالثا، المغنيسيوم ده يمثل قد إيه في البالغ، كميته قد إيه؟ كمية المغنيسيوم اللي في جسمك 26 جرام، 60% من المادة دي موجودة جوه العظم، حوالي حاجة و40%، 47 48 موجودة في العضلات والأنسجة، و2% بس ماشية في الدم. عشان كده المعلومة دي تفيدك في ايه؟ ان احنا لما بنيجي نقيس مستوى المغنيسيوم ممكن تلاقيه في الدم طبيعي، تصور يعني ممكن المستوى الطبيعي في الدم يبقى موجود، لكن المخزون بتاعه جوه العظم يبقى مش موجود. عشان كده احيانا التحليل بيبقى خادع، اللي بيحيرنا احنا نفسنا كاطباء، احيانا اعمل تحليل مغنيسيوم ما الاقوش، ومع ذلك اديك نسبه مغنيسيوم وليها حدود زي ما هقول لكم حالا اخد قد ايه كجرعات امنه من المغنيسيوم. طيب، النقطه اللي بعد كده او النقطه الخامسه، يا ترى ايه هي اسباب نقص المغنيسيوم؟ هم لقوا ان في اربع اسباب بتؤدي لنقص المغنيسيوم. السبب الاولاني سبب وراثي، يعني ان الجسم ما بيعرفش يستفيد من المغنيسيوم. وانتوا عارفين دلوقتي ان الطب في مشكله اسمها الوراثه عموما كده، اي حاجه في الطب بتسمعها لازم نمره واحد وراثه. يعني يقول لك الاكتئاب وراثه، القلق وراثه، السكر وراثه، الضغط وراثه، في عامل وراثي. مش لازم يكون العامل ده واحد، ولكن في مؤثر جيني بيمنع امتصاص المغنيسيوم من الدم. نمره اتنين، مكتسب من الاكل المصنع، اللي هو اللي بيسموه البروسيسد فود، الاكل اللي احنا بناكله يعني بنشتريه جاهز، الوجبات الجاهزه، لا يعتنى بضبط نسبه المغنيسيوم في غير الاكلات الطبيعيه. يعني ان المغنيسيوم موجود في اكلات طبيعيه هحكيها بعد شويه، دي مش موجوده في الاكل المصنع. الاكل المصنع عباره عن لحوم ودهون واضافات طعم فيهوش مغنيسيوم. فالناس اللي بتعتمد على الاكلات المصنعه دي بعد شويه بيجي لها نقص مغنيسيوم. يعني معنى كده ما ناكلش يا سيدي كل الله يبارك لك ويهنيك ويطرح البركه فيك وينصرك على من يعاديك، بس حط بقى الاكل الطبيعي مع الاكل ده عشان تكمل النقطه دي. نمرة ثلاثة برضو لقوها ان الناس المفروض في اثناء زرع الخضروات والفواكه
يعتنى بإضافة سماد في مجلس، دي حاجة ما تخصكوش، بس دلوقتي ابتدوا في العالم المتحضر يهتموا بتغذية النباتات والخضروات بمادة المغذية، حط في السماد، لقوا ان ده سبب ثالث يعني. السبب الرابع ده سبب مهم، ده بقى اللي يهمنا شوية، بعض الأدوية بتمنع امتصاص المغنيسيوم، دول على الأقل منهم أربعة مهمين. مسكنات الألم بشكل عام، يعني الناس اللي بتاخد بقى أدوية تسكن الألم، بلبع يا أبو بلبع، فاهم الفكرة؟ مخفضات الكوليسترول، دول مهمين جدا، بعض أدوية الضغط، ثم مضادات الحموضة. طبعا واحد يقول لي يعني ما خدهمش، خدهم بالهنا والشفا طالما الدكتور كاتبهم لك، بس الافراط في هذه الادويه، يعني الناس اللي بتفرط في المسكنات بيجي لهم نقص مغنيسيوم، الناس اللي بتاخد ادويه حموضه ذات الشرب دي اللي هي مضادات الحموضه الوقتيه بتقلل المغنيسيوم بكميات كبيره، فالناس اللي بتاخد هذه الادويه لفترات طويله دون اشراف طبيب محتاجه مكمل غذائي اسمه مغنيسيوم. يبقى خلصنا من كلامنا، الأربع حاجات دول هي دي يمكن أهم واحدة. نوع الأكل ونوع الأدوية، الباقي كله كده كلام للإيه؟ للمعلومات الطبية. طيب، إيه بقى أعراض نقص المغنيسيوم؟ أعراض نقص المغنيسيوم دول 10. لو عندك حاجة من الـ10 دول راجع نفسك. طبعًا هي المفروض إن الأعراض دي متشابهة مع حاجات كتيرة، بس بتلفت النظر لما يكون أكتر من عرض، يعني مش واحد بس. يعني مثلا ما أقول لك رفة بالعين، واحد بيجي له رفة في عينه، هو مش كل واحد عنده رفة في عينه عنده نقص مغنيسيوم، بس لو عندك رفة في عينك وتنميل ولخبطة سكر ولخبطة ضغط، حاجات كتيرة كده سموها متلازمة، ممكن ده تراجعه مع نفسك. هو بيعمل رفة في العضلات وتقلصات بشكل عام في الجسم، يعني بالذات العين، طبعا العين لأن العضلة بتاعتها رفيعة جدا، فتحس إن عينك بترف. وعقلي فاضل له دقيقة ويخف. ها؟ 2، عشان كده على سبيل المثال الناس اللي بيجي لها تقلصات بالليل في رجليها، بيجي لهم حاجة اسمها اللي هو ريستلس ليج سيندروم، سميناها متلازمة الرجل المتأزمة، اللي يقول لك بقوم بالليل رجلي قفش، نقص أملاح مغنيسيوم. لو كل شوية حاجات هقول لك عليها في آخر الحلقة بتاعتنا هتساعدك جدا في حكاية التقلصات اللي بتجي لك، رفة العين، رفة الكتف، النطرة دي. 2، التنميل. لأنه المغنيسيوم مهم جدا لانتقال الإشارات العصبية في الأعصاب، ناس كتير ما تعرفش، ناس فاهمة إنه بس فيتامين ب المسؤول عن الأعصاب، لا المغنيسيوم مهم. فالناس اللي بيجي لها تنميل في ايديها ورجليها، نمبنس او تنجلينج، تحس ان ايديها كده واطرافها منمله، عندها نقص مغنيسيوم، بالاضافه طبعا نقص فيتامين ب. 3، مشاكل في العظم اللي هي بيسموها الهشاشه. احنا قلنا انه الكثافه بتاعت العظم بتعتمد على تكوين المغنيسيوم، وزي ما قلت لكم 60% من المغنيسيوم موجود في العظم. وبالمناسبة تاني بأكد، مش لو لقيت المغنيسيوم طبيعي بعظمك ما في مغنيسيوم، لا ما فيهوش، بنحطه كمكمل غذائي يعني. 4، دي تهمنا بقى الناس اللي بيهمهم الكلام بتاع الحاجات النفسية، تقلبات مزاجية والتوتر واكتئاب، بيسموها مود سوينجز. عشان كده دلوقتي بينصحوا الأطباء في العالم كله بالاهتمام بعنصر المغنيسيوم في علاج الاكتئاب، لانه مهم زي ما قلنا الوظائف، المخ ووظائف الطاقه، بيدي طاقه عامه، البني ادم ما يشعرش باجهاد ولا يشعر بالاكتئاب. 5، يستخدم لعلاج القلق، لان هو اول ما بينقص المغنيسيوم بيؤدي الى اضطرابات قلق، هو بيسموه سليب ايد، لدرجه بعض الكتب تقول لو انت خدت قرص مغنيسيوم بتركيز معين قبل النوم هيديك نوم هادي. يا سيدي لا قرص ولا حاجه، هنبقى نقول لك شوية أكلات تعتني بيها، لكن بيؤدي إلى صعوبة في النوم والأرق. 6، اضطرابات في الضغط، الناس اللي عندها ضغط وما بينزلش. ارتفاع ضغط الدم ده بيتحسن كثيرا، احنا قلنا المغنيسيوم بيرخي الأوعية الدموية، بيعمل كالسيوم تشانل بلوكر، بيوسع الشرايين، لما الشريان يقبض الضغط يعلى، لما الشريان ينبسط الضغط بينخفض، فيؤدي إلى استرخاء شرايين الدم. 7، يؤدي نقص المغنيسيوم يؤدي لحدوث جلطات، المغنيسيوم عامل زي الأسبرين بتاع الأطفال اللي احنا بناخده لعلاج الجلطات، مضاد
لتخثر الدم او للبليتلت اجريجيشن، لتراكم الصفائح الدمويه، فبيشتغل بشكل رائع، يحمي من جلطات القلب وجلطات المخ. تمام. 7. 8. انتظام ضربات القلب. الناس اللي قلبها بيدق جامد او بيدق بشكل غير منتظم او بيجي لها رفه في الاذين او في البطين، بعد الشر عليكم يعني. عشان كده لقوا ان الناس اللي المغنيسيوم بينقص في جسمها بيجي لها تغيرات في رسم القلب تؤدي الى حدوث هذه الاضطرابات غير يعني المطلوبه في ضغط الدم. 9. يؤدي لحدوث الصداع والصداع النصفي اذا نقص المغنيسيوم لنفس السبب، ان الصداع ده عباره عن اضطراب في شرايين المخ، فهو بيؤدي لعدم انقباض شرايين المخ، هو بيرخي الشرايين، فزي ما بيرخي شرايين الجسم بيرخي شرايين المخ يعني. 10. يؤدي الى ارتفاع سكر الدم، لدرجة ان هم عملوا دراسة على حوالي 5000 اسف 536 الف واحد في المقالة اللي هوريها لكم بعد شوية، لانه حوالي 100 ملي جرام من المغنيسيوم تؤدي الى حماية من جلطات القلب، من ارتفاع اسف درجة السكر في الدم. 100 ملي مغنيسيوم اللي هو المغنيسيوم انتاج، دي المقالة اللي قدام حضراتكم الموجود. ده مش بس كده، لو ان المغنيسيوم في المقالة اللي بعدها بيؤدي لحماية الكلى من اثار السكر الضارة، يعني مغنيسيوم، حبة مغنيسيوم قليلة تمنع بلاوي كتيرة، فهو مفيد جدا في مرض السكر، كأنه محفز لاستخدام الانسولين لدخول السكر داخل الخلايا. ده احنا قلنا حاجات كتيرة قوي بقى على موضوع المغنيسيوم، يستحق مننا الدراسة المتأنية يعني. طيب الموضوع اللي بعد كده، يا ترى ناخد قد ايه من المغنيسيوم؟ هم لقوا حاجه يسموها الار اي اي، ريكومندد ديلي انتيك، او الريكومندد انتيك ديلي، ار دي اي او ار اي دي. البني ادم البالغ الادلت الكبير البالغ يعني فوق ال 21 سنه، ياخد حوالي 400 مللي جرام مغنيسيوم في اليوم. المراه تحتاج الى 300، الطفل يحتاج الى 200. يبقى 200 300 400 بالترتيب، لو قلتهم بالعكس، طفل امرأة رجل اللي هو بيسموه الكمية المطلوبة من المغنيسيوم. طيب سؤال بقى، منين نجيب مغنيسيوم؟ هل يا ترى نجيبه من الأكل ولا من الأدوية؟ نبتدي بالأكل اللي هو السهل، اللي هو هنصح بيه حضراتكم. 30 ل 40% من المغنيسيوم بيمتص من الأكل، وبالتالي أنت محتاج تاخد بالك، ده حاجة، ده رقم حلو قوي على فكرة يعني، ان الاكل اللي هقوله ده 30% منه او 40% منه بيمتص، فرقم حلو. ناكل ايه بقى؟ القمح، العيش، البقول، اي بقول انت عاوزها، فول، فاصوليا، لوبيا، بقول، المكسرات بالذات اللوز والجوز، لو غالي عليك اديها سوداني بس اقل شويه، سوداني مش مكسرات بس اقل شويه، لوز وجوز، لو غالي حفنه 6 7 حبات كل يوم. التفاح نقي بقى زي ما يريحك حسب القيمه الماديه اللي في جيبك يعني، الجزر، الافوكادو، القرع، الاوراق الخضراء زي السبانخ والبروكلي، اللحوم فيها نسبه مغنيسيوم، الشوكولاته الغامقه الدارك شوكليت او الكاكاو يعني، والقهوه، كل دول فيهم مغنيسيوم، زي النقي زي ما انت عاوز. معاك قرشينات بر نفسك بشويه لوز وجوز، معاكش قرشينات اشتري شويه حاجات بسيطه زي الجزر زي التفاح تبقى مش غاليه عليك، شوكولاته داكنه، قهوه، شويه لحوم، يعني اذا متنوعه المصادر. طبعا في كل دول الحاجه الصحيه المكسرات، عشان كده ابقى حريص. المكسرات دلوقتي بقى خلاص ابتدت تبقى متوفره، ومش بتكلم بكميات، 3 4 حبات في اليوم ممكن يكفوك في المغنيسيوم. طيب لو انا عاوز بقى اكمل موضوع المغنيسيوم في الدم، اعمل يعني كماله يعني، هل ممكن اخد ادويه فيها مغنيسيوم؟ الاجابه طبعا. اخد ايه بقى؟
طبعا هو المسموح بالمغنيسيوم في اليوم كمية تتراوح ما بين 400 و 600، دول الكمية المسموحة. أكتر كمية مسموحة 600، أقل كمية مسموحة 200. طب هل أنا محتاج أشتري مغنيسيوم أقراص؟ آه طبعا ممكن تجيبها أقراص. هو في 3 أنواع من المغنيسيوم موجودين في السوق. الرخيص اللي على قد جيب حضرتك هو المغنيسيوم سيتريت، دي الحباية دي رخيصة جدا ومتوفرة، اسمها مغنيسيوم. لو رحت الاجزخانه تقول له اديني مغنيسيوم، ممكن يبقى فيها اسامي تجاريه انا مش بقولها طبعا، لكن هي رخيصه وسهله ووجبه سهله، بتديك ال 200 مللي اللي انت محتاجهم في اليوم، والمطلوب قلنا من 200 ل 600، الحبايه تقريبا الواحده تكفيك في اليوم، 150 مللي الحبايه، اسمها مغنيسيوم سيتريت. قرشينات تعبين شويه غاليه شويه، اسمها مغنيسيوم جلايسينيت، دي غاليه شويه لان محطوط عليها بروتين، فالبروتين بيساعد على امتصاص المغنيسيوم اكتر. دي بنكتبها بقى المغنيسيوم جلايسينيت دي للناس اللي عايزه مغنيسيوم اكثر تاثيرا واسرع امتصاصا، للناس اللي عندها قلق وعندها صداع نصفي وعندها اضطرابات في الاكتئاب، اسمها مغنيسيوم جلايسينيت، بس عيبها انها غاليه ومش متوفره بكثره في مصر. المغنيسيوم سيتريت ده الرخيص، المغنيسيوم جلايسينيت ده اللي كتير شويه. في بقى نوع ثالث من المغنيسيوم، الناس اللي تحب الدراسة، اسمها مغنيسيوم اوكسايد، اللي بيسموه الميلك اوف ماغنيسيا، ده بقى ما بيمتصش خالص، ده بيستخدموه على فكرة بالمناسبة في الامساك، لان ده على فكرة العيب الرئيسي للمغنيسيوم، لو كلت كمية كبيرة منه بيعمل اسهال. هو بيستخدم في الامساك، بيسموه ميلك اوف ماغنيسيا او لبن المغنيسيوم، لان هو بيبقى لونه زي اللبن كده، ده بيؤخذ قبل النوم علشان تحسين وظيفه الايه الامعاء في الحركه الدوديه قبل النوم يعني. خلاص. على فكره في من المغنيسيوم اشكال كتيره جدا موجوده في الاجزخانه، من ضمنها اقراص، ومن ضمنها زيوت، ومن ضمنها لوسيون للشعر، ومن ضمنها زي ما قلنا شراب عشان الامساك، اشكال كتيره. اللي انا بركز عليه النهارده هي اقراص المغنيسيوم. ناخد قد ايه؟ زي ما قلنا من 200 ل 600، الاقراص المتوفره هي قرص في اليوم مغنيسيوم سيتريت حوالي 150 مللي جرام. طيب هل بقى معنى كده ان نقفل الحلقه حضرتك تروح تجيبه؟ لا طبعا، تستشير الدكتور. انا اديتك النهارده الدواء بين ايديك او الفكره بين ايديك وعيتك. لو حسيت ان عندك اضطرابات من هذا النوع، اذا كان في بقى حاجات متلخبطه كتير كتير يعني، صداع على قلق على ضغط على سكر على قلة نوم على شوية تقلصات في العضلات على شوية سكر على شوية مشاكل في الكلى، راجع. دي على فكرة المغنيسيوم من الحاجات المحيرة في الطب، ده عامل زي بالظبط فيتامين د، وده يمكن انا عملت عليه حلقة. انك تفاجأ ان في بني ادم عنده شوية صداع واكتئاب وتعب وزغللة وارهاق، عامل كده زي فيتامين د ناقص الفيتامينات، لان الفيتامينات او الاملاح عبارة عن كمية بسيطة جدا موجودة في الدم، أي حاجة فيها بتنقص بتسمع بشكل كبير. قبل الكل وبعد الكل بأكد على فكرتين، هذه ليست حلقة علاجية زي كل حلقاتنا، يعني لا معناها إنك أنت ما تبطلش أدويتك، إنما تعرف الحاجات دي عشان تبقى عندك الثقافة الطبية المطلوبة. ونؤكد أخيرا إن قبل الكل وقبل الكل الطبيب يصف الدواء، ولكن الله هو الذي يمنح الشفاء، مع تمنياتنا بالسعادة والفرح والسلام للجميع. نبدأ الآن في استقبال تليفونات حضراتكم، ومعنا أول تليفون بنت الرب من أسيوط. تفضلي يا بنت الرب. ألو بنت الرب من أسيوط. بنت الرب من أسيوط الخط فصل معاها، احنا في انتظار تليفونات حضراتكم. عقبال ما يجي لنا التليفون اللي وراه، انا فكرت ان احنا ما نقعدش كده مع بعض نستنى، لكن قلت كده من وقت للتاني ارمي بعض افكار لطيفة يمكن اللي احنا ان احنا نتعلمها عقبال ما ايه الوصلات تتحرك، لان التليفونات عقبال ما بتيجي بتاخد شوية وقت. الفكرة اللي أنا عاوز أتكلم عليها النهاردة عنوانها أوعى تتخانق على حاجة، مع تفريق ما بين كلمتين. في فرق بين الطموح إن أنا نفسي يبقى عندي حاجات كتيرة أقتنيها، وفي فرق إن أنا أتخانق وأزعل وأتقهر وعادي وأعمل خناقات على حاجة حتى ربنا نفسه أعاديه.
يعني في ناس بتخانق أهاليها وتخانق أصحابها وتخانق نفسها وتخانق ربنا عشان تجيب حاجة. الحاجة اللي بتيجي بالخناق ما بيجيش معاها لا سلام ولا راحة خالص، بالعكس بيجي معاها عدم راحة وعدم سلام، وتيجي بين إيديك ما عليهاش قطرات البركة. الحاجة اللي ربنا بيبقى سامح لك بيها بتيجي بأبواب مفتوحة وتيجي بطرق سهلة ويجي معاها رضا وقبول وفرح وسلام. أما الحاجات أم خناق تيجي بتعب وتقعد بتعب وتعذبك وتعذب غيرك يعني. عشان كده أحيانا ربنا يقفل الأبواب وهو بيبقى عارف إن قفل الباب ده لصالحك. عندي مثال في الكتاب واضح لكده. يعقوب مثلا اتخانق على مراته 20 سنة، كان عاوز كان هيموت يتجوز راحيل، خناقة مع نفسه وخناقة مع خاله، قعد اتعذب عشانها 20 سنة. أنا بقولش ده غلط، بس خناقة ليه؟ ليه تعمل ده كله؟ وليه ترخص نفسك؟ وليه خالك يقولك اشتغل عندي عبد؟ وليه أجرتك ياكلها عليك بعد ما اشتغلت 7 سنين يجوزك أختها، وبعد ما تتجوز أختها يقولك كمان 6 سنين ببلاش؟ على إيه؟ ويكتشف إن رحيل اللي تعب عشانها واتخانق عليها هي دي اللي عذبته. أما اللي جات له بالراحة ليئة الجميلة، يعني أخلاقا قد لا تكون جميلة شكلا، هي اللي ريحته، هي اللي بسطته يعني. فأحيانا تبص تلاقي حاجة اتخانقت عليها تعذبك يعني. عشان كده طيب ناخد التليفون اللي معانا. مين معانا؟ مين؟ يوسف من أسيوط. معانا يوسف من أسيوط، اتفضل يا يوسف. تفضل يا يوسف، اهلا بيك يا حبيبي، تفضل. طب معلش يوسف، حاول تتصل بينا تاني يوسف، الخط مش واضح. معانا بنت الرب من اسيوط، اتفضلي يا بنت الرب. بنت الرب من أسيوط، ألو ألو، تفضلي يا بنت الرب. تفضلي. ماشي، أكلم الدكتور؟ أنا دكتور مجدي معاك يا بنت الرب، تفضلي. ازيك يا دكتور ماجد، عامل ايه؟ أهلا بيك، الحمد لله. بص يا دكتور، الو، اتفضلي يا حبيبتي انا سامعك. عندي بنتي عندها حساسية مناخيرها في القلب وعندها لحمية، ايوه، ودايما نفسها يكتم عليها وما تقدرش تاخد نفسها. عمرها قد ايه؟ عندها 11 سنة. طيب احنا كشفنا عند دكتور انف واذن، ايوه، عملت لها اشاعة. طب اللحمية دي مطلوب تتشال؟ ايوه، طيب لو الدكتور لقى اللحمية متضخمة يبقى وكتب لها أدوية حساسية وما استجابتش في خلال شهر لشهرين، يفضل إنها تتشال. طب بصي، عند ابوها برضو عنده حساسية في القلب ومحطوطة دايما تخر على طول. ما واضح إن في عامل وراثي ما بين الاتنين، ف يعني لازم تاخد أدوية للحساسية، في منها قطرات وفي منها بخاخات، ولو ما اتحسنتش خلال شهرين ايوه، هو لثلاثة بياكل. لو لا بتكلم على بنتك، لو ما ايوه اتحسنتش بفضل انها تتشال في سن ايوه صغير، عشان لو كبرت الشيل اللحمية بيبقى صعب شوية. ماشي، خد بقى عايز اكلمك زي بعض يا دكتور. اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، مساء الخير يا بيه. اتفضل يا حبيبي. لو سمحت، عندي ماشي يا دكتور، عندي حساسية في الأنف، حساسية على الصدر ومش المناخ خالص. حساسية في مناخيرك وصدرك؟ طب بناخد علاج ولا ما بناخدش؟ اما اخد علاج اللي هو الكر دويت بتاع حساسيه الصدر. طب بتاخد البخاخه اللي هي قبل ما تنام ولا ما بتاخدش؟ لا، انا باخد علاج منوم، ده مش مقدر انام واصل، علاج طيب منوم هو في ده الدكتور اتعودت عليه على طول كده. طيب هو في بخاخه بتتحط كده قبل ما تنام، خلي الدكتور يكتبها لك، هتريحك جدا ان شاء الله. طب بكره النوم دي من ايه يا دكتور لو سمحت؟ من دي النفس يا حبيبي. ايوه،
60 نفس. اه لما بتاخد ادويه حساسيه بتفتح المناخير والشعب الهوائيه يعني. الف سلام عليك يا أنا في حبيبي، الماضي الف خليك فيها سلام، بيه. تحت امرك حبيبي، العفو. معانا هبه من اسيوط، ازيك يا هبه؟ ايوه هبة من أسيوط، تفضلي يا هبة. نرجع لحكاية المشاكل تاني والخناقات اللي احنا كنا بنتكلم فيها. قلنا نحط قاعدة كده في حياتنا، لما تلاقي نفسك بتتخانق وبتصارع جواك ومع الناس ومع أهلك ومع حبايبك عشان موضوع والباب مقفول رغم كل القرعات والصلوات، اعرف ان الخناقة دي مفيش وراها بركة. في فرق بين الإلحاح على ربنا الحاجة حلوة وربنا يديك راحة جوه نفسك، وفي فرق بين حاجة عمال تتخانق عليها عشان تاخد من وراها حاجة تريحك. مش هتريحك اللي بتيجي بالخناق، لازم تقبل من ايد ربنا اللي بعتهولك، وتقبل الباب المفتوح وتقبل كمان الباب المقفول، لان هو الذي يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. طيب هبة معانا من أسيوط، اتفضلي يا هبة. ألو، مساء الخير يا مساء دكتور النور يا هبة، مجدي. ازيك يا هبة؟ أهلا بيكي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا هبة، أهلا اتفضلي. بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي ابني عمره 2 سنين و3 شهور، عطشان على طول، عنده بيشرب مية كتير، ويعمل يشرب بالمية، يعملها حمام على طول، ما تقعدش يعني في بطنه. ده لازم تحللي له سكر فورا. حللنا سكر يا دكتور، ده ما عندوش سكر، فالدكتور قال له ده عنده نقص هرمون في الغدة المخامية، الله يبارك لك. ده سؤال رقم، وجالي له التحليل، ده سؤال رقم اتنين. اه ده عنده نقص في التحليل، هرمون فما اسمه، عملناش التحليل، عملتوا التحليل ولا ما تحليل عملتوا؟ الهرمون. عملتوه ولا لأ؟ لا لسه يا دكتور ما عملناهوش، وهو بيمشي على علاج اسمه مينيريل، ده هو ده العلاج قعدنا الوحيد، حوالي 5 شهور هو ده بعد علاج المنيرين. ده العلاج الوحيد ليه يا ماما. طيب يا دكتور، لسه برضه بيشرب الميه عطشان، ويشرب برضه ايه الميه، يعملها حمام ميه بيضه زي ما شربها. جرعة المينرين تتظبط، هو بياخدها حباية تحت اللسان ولا بخاخة؟ لازم ياخدها حبايه تحت اللسان، بياخد واحده الصبح وواحده بالليل، اول ما بياخدها الصبح بتعمل مفعولها، يبقى الشرب بتاعه طبيعي والحمام بتاعه طبيعي، يجي من بعد الساعة 4 كده يبقى عطشان، يبقى قاعد جنب المية على طول، يشرب مية كتيرة ويعمل حمام على طول، الجرعة أول ما تحتاج، يشربهم بعد دقيقة على طول يعمل حمام. طيب حاضر، هو محتاج كمان جرعة تانية، يعني لازم الجرعة تتظبط شوية. هو يا دكتور بياخد الـ60، بياخد واحدة الصبح وياخد واحدة قبل ما ما هو ينام أنا بقول بليل. لك الجرعة محتاجة تتظبط شوية، ترجعي لدكتور الغدد يظبط لك الجرعة، في منه 60 وفي منه 120 على فكرة. يعني هو محتاج ياخد الـ120 يا لا دكتور؟ ممكن ياخد الـ60 3 مرات او ياخد الـ120 مرتين حسب ما الدكتور يقول لك. حبيبتي انا مش هعالجه على الهوا كده. طيب يا دكتور، حاجة تانية برضه، إن إحنا حولنا الدكتور على أسيوط وعملوا له تحاليل، وتحاليل وظائف فيلة وأملاح، وقالوا لي إن عنده حموضة في الدم، وماشيينه على تركيبة بيقرأ في الجامعة. كويس. لا طب يعني السؤال يا دكتور، ان ده ممكن يطول معاه يعني، ولا ياخد يعني فترة يا ستي ويخف، ولا ربنا يمد ايده ان شاء الله، كل ما الناس دي بتكبر كل ما الدنيا بتتحسن، بس في الوقت الحالي احنا محتاجين ناخد الدواء. ربنا بقى هو الشافي، يمد ايده حبيبتي ويشفيه ان شاء الله، كل ما بيكبر احتياجه للدواء بيقل يعني. لكن الدكتور قال لي ان ممكن يمشي على الخط قطع مش كده؟ طيب معلش، معانا شريف من الفيوم، اتفضل يا شريف. شيرين، انا اسف، اتفضلي يا شيرين. لا خلاص، مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. الو، ايوه الله يخليك. ايوه يا دكتور، انا كان عندي نقص ضغط من كان 13، كان عندك فيتامين، وحضرتك قبل كده كلمت فيتامين د، كنت عامله تحليل فيتامين د وطلع ناقص كويس معايا. ايوه معاك، وحضرتك قبل كده قلت بناخد جرعه 5000 وحده يوميا، تمام فانا خدت اللي هو الفايل اللي هو ال 200 الف ده، خدت كويس 2 شهرين ورا بعض كويس. ماشي. احلل بعد قد ايه؟ المفروض تحليلي في الشهر، وابني
بالراحة نعم. نحلل في الشهر الثاني، في آخر الشهر الثاني من الحقنة. طيب ماشي. وابني عنده 15 سنة، ينفع برضه ياخد ده؟ كان برضه عنده نقص فيتامين د. ينفع ياخده، مفيش مشكلة خالص. طيب السؤال الثاني، انا كنت واخده كورونا في الصيام الكبير انا وولادي، تمام، وبعد كورونا انا ما بقيتش حتى عارفه اعدي الشارع، رجليا وركبي وحاسه ان جسمي كله سايب، على الرغم ان انا نسيت على فيتامينات كتيره جدا وانتبيوتكس حاجات كتيره يعني، بس لحد دلوقتي مؤثر معايا. وعملت اشعه، ففي عملت رنين، الدكتور قال لي ان في بلايد غضروف، اما باجي امين ما ببقاش عارفه اقف تاني، وممكن احس ان انا رجلي كانها اتلوت لوحدها، احس ان انا رجليا سايبه وانا ماشيه، رجلي اليمين تقيله، فمش عارفه ده بقى كده مخ اعصاب وعظام ولا ممكن يكون نقص المغنيسيوم اللي حضرتك بتتكلم عليه. لا لا، لو في غضروف ده هيبقى عظام بقى، ما فيش مغنيسيوم، ده غضروف بقى طالع لك في المقدر. طيب ايوه، سلامتك، الف سلامه، ربنا يمد ايده بالشفاء. طيب يبقى احنا قلنا بقى ايه، احنا مش هنتخانق، بس طبعا نتفق على حاجه، انه ده مش معناه انك انت تبقى راجل سلبي او اختياراتك سلبيه اللي يجي من ايديك تقبله، لا، اوح مؤوحه حلوه، وانت ماسك في ايدك ربنا وماسك في ايدك مشوره ومسنود على حد وطالب فكر ربنا، وبتقول له يا رب اللي هيجي من ايديك هقبله، اللي يجي بالراحه، لان زرع السلام او يعني ثمر السلام يزرع فيه سلام، وربنا ليس اله تشويش بل اله سلام، ربنا مش بتاع الخناقات ولا بتاع الصراعات. فانت اقرع الابواب بمحبه، الباب اللي يتفتح اشكرك يا رب ده من ايديك، داخل في مشروع مع اي حد خناقات ومشاكل، اعمل زي ابراهيم مع لوط، لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، ان سرت شمالا فانا يمينا وان شرقا فانا غربا، انا مش بتاع مشاكل، لا تتخانق على فلوس ولا تخش في محاكم، على قد ما تقدر طبعا في حاجات غصب عننا، حاجات الفلوس اللي تيجي بالخناق وحشة ومرة، ولما توصل بين ايديك هتبقى مش حاببها. يعني معانا حنان من سوهاج. ازيك يا حنان؟ ايوه حنان، اتفضلي. معك يا دكتور. معلش يا دكتور، اسالك سؤال عن التعب اللي عندي انا وبرضه التعب عند اختي، يا ريت تسمعني حضرتك. اتفضلي. معك يا دكتور. بالنسبه لي انا يا دكتور ليا ساعه ونص يمكن كده جاتني اضافه في مخي كده، حسيت الدنيا بتلف قدامي، وبعد كده ايه وقفت يعني دخلت وشي كده، بس تمنيل على طول في دماغي وصداع ودوخة حسها من جوا، وبتنزل على دي ورجلي، احس نفسي مش قادره اني اوقف اني اعمل حاجه يعني، ودايما عندي ارهاق يا دكتور، وانا كشفت مخ اعصاب وعملت اشاعات ويعني غسل مخ، قالوا لي كويسه ما فيهاش حاجه، بس انا ايه التعب ده انا مش عارفه اتوصل، انا كتبت كثير يعني عندي ايها دكتور، ما خفتش يعني عليها على قدو. السؤال الثاني ايه؟ طيب تمام يا دكتور. سامعك. السؤال الثاني ده دكتور بالنسبه لي يعني عاوز اعرف عندي ايه، بس انا كشفت عند عم في اذن حنجره برضه قال لي شويه التعبات بعد الاذن الوسطى، برضه خدت علاجات يعني منظمه حيه وفيتامينات وكده، برضه ما جاتش نتيجه غير بسيطه، انه الموضوع يبدا معي شويه ويرجع ثاني. طيب السؤال الثاني بتاعك ايه؟ ماشي، السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني بتاع اختي يا دكتور، كان عندها زيج تصمامين في جنبها يعني. عندها ايه؟ كانت عايزه عمليه من مده، عندها زيج في الشريان في جنبها يعني. كويس، وبعدين؟ ماشي يا دكتور. سلامتها، وبعدين؟ وبعد كده يا دكتور جت هي كانت بتاخد علاجات وكده يعني، وماشي يعني لقيت نفسها كويسه عليهم، فثبت يعني هم قالوا لها على عمليه يعني بتعمل كده، ثبت العمليه يعني واهملت كده شويه، بقيت ناجحه بالعلاجات بعد، بس جت السنه دي حصل لها حمل، فالحمل ما كملش، في الشهر السابع نزل يعني الجنين وكده نزل عايش وكل حاجه، بس توفى ثاني يوم يعني، فهي بعد كده يعني بقيت كويسه برضه بعد الكلام ده كويسه وما فيهاش حاجه، جت بعد الولاده 15 يوم حست بتاع الصبيه، بقيت دلوقتي مره يقولوا لها السيوله مش متظبطه، ومره يقولوا لها مش العيد مثلا من المعده، ومره يقولوا لها العيد من القلب، وهي دلوقتي تقول حرقان في معدتها وبيبان على صدرها، وبغيط في العمود الزهره ورا،
الجرده صغير مع التمرين دايما ومتابعه رجليها على طول وترجع يا دكتور على طول. ورحنا برضك رحتها لكذا دكتور برضك ما فيش فايده يعني فيه وتحجزت المستشفيات برضك يعملوا لها اشعه على معدتها يقول لها راح تنقلب يعملوا لها اشعه على معدتها يقول لها الادمي من المعده فاحنا دلوقتي ساعتين نوجهها فيها. طيب حضرتك خلاص الأسئلة وصلت وأنا تحت أمرك ممكن تقفلي التليفون وأنا هرد على حضرتك. بالنسبة للسؤال الأولاني أنا أنصح حضرتك تروحي الدكتور مخ وأعصاب يشوف حكاية الدورة الدموية بتاعت المخ، يعني دي الشكوى اللي عندك غالبا دورة الدموية بتاع المخ مش مظبوطة، بالإضافة لتحليل سكر وكوليسترول وقياس ضغط ومستوى فيتامين د في الدم. بالنسبة لأخت حضرتك هتحتاج دكتور جهاز هضمي، لازم نعمل منظار على المعدة عشان نطمن على حكاية المعدة دي، وفي نفس الوقت طالما كان عندها شريان ضيق لازم تراجع دكتور القلب بعد الحمل عشان نشوف هل الشريان ده محتاج دعامة ولا محتاج عملية. وألف ألف سلامة، ربنا يمد إيده بالسلامة ليك يا حبيبتي. غطاس غطاس من المنيا، اتفضل يا غطاس. اتفضل يا غطاس. غطاس من المنيا اتفضل. أيوه تفضل. أنا القلب وجعني والحتة دي وبطني. ألو؟ أنا واقفة بطني وبطني. ألف سلامة، معلش نعيد السؤال تاني. قلبك وجعك وبطنك وجعك؟ طيب يعني تعيد السؤال تاني ممكن بعد اذنك. طيب جرجس من بني سويف تفضل يا جرجس. تفضل يا جرجس. جرجس من بني سويف تفضل. تفضل دكتور مجدي معاك يا حبيبي تفضل. تفضل انا معاك يا جرجس. تفضل يا حبيبي. انا لسه انا عندي ثلاثه فرياتين مش بقدر اخد لمبه بدون عشان الصوت الصوت معلش ممكن تعيد تاني السؤال الصوت مش واضح. عندي تليف في الرئتين. تليف في الرئتين. الف سلام عليك. اه ومديني كشف لمبه دايما. الف سلام. ومش بقدر اخد لمبه مش بقدر اخد لمبه بديني لمبه بديك كده. سبب التليف ايه؟ ايه السبب؟ انت عندك تحجر رئوي ولا عندك انفيزيما اللي هو اتساع هواء؟ يعني ايه السبب؟ لا انا جلست في القاهره وجلست عندنا هنا بنزيد قال لي عندك تليف في الرئتين اداني علاج واداني حمل واداني بخاخات وقال لي حاول نوقف التليف بس الوقت الواحد نفس الوقت كان بيعمل بيرجعني جامد. انا من الزر الثاني انا عندي ضغوط الاعصاب. من بعد امشي كده بمشي بتاعي يعني مش طبيعي. طب حضرتك يعني لو تقدر تبعت لنا الاشعاعات بتاعتك ابص عليها بكتر الف خيرك يعني. معانا ناديه من الشرقيه، ازيك يا ناديه؟ نادية من الشرقية، تفضلي يا نادية. أيوة. تفضلي. أيوة دكتور. أيوة تفضلي يا نادية. أنا معايا سؤال لحضرتك بس أنا جسمي بيعرق كتير بيسخط وبيكب علي عرق شديد. إيه؟ لا ما قلتش حاجة، أنا أقدر أتكلم وأنت بتتكلمي برضو. تفضلي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا جسمي بيسخط وبيكب علي عرق شديد. بس انا اتعلمت اعصاب وقلب وكده ما وصلتش لاي نتيجه. ورحت الدكتور جلديه كتب لي يوريديان وعمل ياسرين. ما ببطل الدواء جسمي بيرجع يعرق تاني. لا ما تبطل. لا ما تبطليهوش، الادويه المكتوبه كويسه على فكره. بس الدكتور قال لي استعمليه اسبوع مرتين وبعد كده نقلل خليه مره واحده عشان يعني نسحبه. فانا لما قللت مره واحده
جسمي رجع يعرق تاني. لما باخده مرتين بتوقف تقولي شوف. معلش ممكن الكرسي يتكرر، مفيش مشكلة طالما تحت إشراف الدكتور الكرسي يتكرر تاني. بس هو الدكتور عايز يتحبس. أنا بقول لك ممكن تحت إشراف الدكتور الكرسي يتكرر تاني لو هو رجعت، طب بس يعني ترجعي له تاني، بس عشان تكرار الكرسي ده بالدواء بيبقى له شوية عيوب، يعني بينشف الريق شوية وبيقلل طيب يعني البول وبيسخن، فاهمة؟ فعلا فمحتاج ترجعي للدكتور عشان يظبط لك الجرعة أو يغير لك الصنف خالص. طيب يا دكتور، يعني اداني ماشيه مع جلديه ولا اديني لاي دكتور لا تاني؟ جلدية أحسن حاجة، ده أحسن. وعلى فكرة الدواء اللي كاتبه لحضرتك دواء كويس جدا. وكانت اديت لي قبل كده ليزر. ألو؟ طيب اتفضل يا عماد، عماد من القاهرة، اتفضل يا عماد. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا عماد. حضرتك يا دكتور، انا عندي حاجه، بس عندي تنميل في رجليا ودايما جبت جزمه لبست جزمه وحاسس بيها بتوجعني. يعني ايه اللي بيوجعك معلش؟ اطراف رجلي من تحت يا دكتور، اطراف اطراف رجلي رجلك. دايما بتبقى مملة. طب هو في سكر عند حضرتك؟ لا يا فندم ما عنديش اي حاجه. طب عندنا مشاكل في الظهر، ظهرك بيوجعك او في الام في الظهر او كده؟ احيانا يا دكتور جوه في تقلصات في الظهر. طب هل في الم؟ وبيجي لي شد عضل، بيجي لي شد عضل حضرتك في رجليا في المنى بتاعت رجلي طيب. من تحت. مبدئيا بص حضرتك، انا انصحك بحاجتين. نمرة واحد، اعمل اشعة على ظهرك لألا يكون عندك فقرات الظهر ملتهبة، وعقبال لما تعمل أشعة على ظهرك ابقى خد فيتامين ب مركب حقن مرتين في الأسبوع لمدة 3 أسابيع. ماشي يا دكتور ماشي. في حاجة تاني طيب غير الحقن؟ في من الفيتامين ب مركب، في منه أنواع بتتاخد بالبق، بس طبعا مش هينفع على الهواء أقولها، لكن في أنواع من فيتامين ب المركب موجودة في الصيدلية بتتاخد بالبق لو الحقن مضايقاك يعني. ماشي يا دكتور ماشي، حبيبي سلامتك، ألف سلامة عليك. عماد شيرين من الفيوم، شيرين من ايوه يا الفيوم، دكتور معلش انا ممكن حضرتك دلوقتي قال عطفة معايا. اتفضلي. ايوه يا دكتور الو. ايوه اتفضلي سامعك. ايوه يا دكتور، انا كنت بسأل حضرتك على موضوع الغضروف، اتجه لحد عمود فقري ولا مجرد حد عصام؟ لا دي حاجه. عمود فقري ولحد عمود مخ واعصاب وعمود فقري، عشان انا حاجز عند الدكتور كده، بس قلت اتاكد من حضرتك لا قبل ما لا اروح. مظبوط كويس. ماشي. طيب ابني هو عنده نقص فيتامين د، ده عنده فتق قربي، ووديته لحد جراح قالوا لي انه لازم عمليه، فدلوقتي نقص فيتامين د بيأثر عليه بموضوع العمليه لا ولا مفيش مشكله؟ لا ملوش علاقة بالاتنين. لا طيب ده جراحة عامة ولا تنفع مناظير؟ لا جراحة عامة. يعني جراحة عامة مش مسالك أو مناظير، يعني مش لا حاجة جراحة عادية. عامة، لا جراحة عامة. ماشي يا دكتور ألف شكرا سلامة. لحضرتك. العفو حبيبتي، تحت أمرك. مريم من اسكندرية، ازيك يا مريم؟ ألو. أيوة مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا مريم. أيوة ازي حضرتك؟ الحمد لله. شكرا على البرنامج الجميل ده. العفو حبيبتي اتفضلي. بقول لحضرتك معلش، نفسي بقى اتكلمنا عن سن المراهقة وكده، وليا سؤال عن انا معايا ابني عنده 15 سنة، بس دايما عنده ملامسات كتيرة، عنده ودايما ايه؟ اقول له الحاجة مثلا دي بلاش، دايما يحب الملامسات معايا انا اكتر مع اخته عندها 9 سنين. ايوه عايزه اعرف. تمام حضرتك، عايزه اعرف هل دي حاجه طبيعيه؟ والعنف برضو عنيف جدا، شوفي يعني لو تقول كده تقول الملامة. انا بحذر لا معاكي، شوفي اقول لك حاجه، هو الولاد يعني في بقول له بلاش. انت سامعاني حبيبتي؟ نعم سامعاني؟ سامعني. الملامسات في السن دي لحد كبير جدا طبيعيه طالما ما فيهاش تحرش يعني. لان هما بيبقوا بيكتشفوا، انت ممكن تعوضيه بانك تاخديه في حضنك وتطبطبي عليه
ولو لقيتيه بيعمل كده مع اخته تقولي له لا انا اعمل كذا ما نعملش كذا، توعيه بالراحه من غير تخويف ومن غير ارهاب ومن غير ضرب ومن غير زعيق يعني. تمام حضرتك، ما انا بوعيه كده يقول لي انا بهزر معاكي، بهزر مع اختي، بيجيبها كتير، بيحضنها كتير، طب ليه يقول لي ده اختي مش حد غريب؟ حبيبتي انا فهمت، قولي له ان لما نعمل كده زياده اللي قدامك بيتضايق، فانت خليك معتدل زي الاكل. هو الواحد لما بياكل مش الاكل له حدود، بناكل رغيف وما بناكلش ثلاثه، فتقولي له اي حاجه في الدنيا ملامسات او هزار او ضحك او لعب او اكل او نوم اي حاجه زياده غلط يعني، اشرحيها له بطريقة لطيفة وطولي بالك عليه. بنت الرب من أمريكا، ازيك يا بنت الرب؟ بنت الرب من أمريكا، ألو. أيوة تفضلي. الو، ايوه تفضلي. معايا؟ اه معاك يا تفضلي. ايوه دكتور، انا جبت سؤالين عند حضرتك. واحد دخل ميلودي، بالنسبه لي انا في نعشه بتجيني في جسمي كده مصداع جيني، والارهاق دايما مش قادر اقوم بطلبات البيت، يعني عندي ارهاق جيني في جسمي صعب. كويس، السؤال التاني ايه؟ السؤال الثاني، انا جوزي جات في غصه في الجلد والمفروض هيعمل قسطره والعميل، هل هو بعد كده هيمارس حياته الطبيعيه يعني ولا بدون اي مجهود خالص؟ طيب حضرتك اقفلي التليفون وانا هرد على حضرتك. بالنسبة ناخد السؤال الاولاني بتاع حضرتك، الارهاق العام ده مرتبط بحاجات كتيرة، هنحتاج صورة دم ونحتاج نطمن ان مفيش لا سكر ولا ضغط ولا كوليسترول ولا فيتامين د ناقص. نعمل دول الاول اللي هم الحاجات الرئيسيه اللي بيقولوا لنا هل الجسم ماشي كويس ولا مش ماشي كويس. ونصيحتي لما تلاقي نفسك مرهقه تاخدي كفايتك من النوم وتاخدي فرصه تتمشي فيها لو الوقت يسمح في مكان مشمس عشان جسمك وعظامك تتكون كويس بفيتامين د. بالنسبة لزوج حضرتك، بمجرد ما يعمل القسطرة والدعامة اديله أسبوع أو أسبوعين بعد فترة النقاهة يرجع يمارس طبيعته وحياته بشكل جيد، بس طبعا بعد قياس كفاءة القلب عن طريق الإيكو. أول ما الإيكو يبين إن كفاءة القلب كويسة قرب 70% أو 70%، هي 70 ده مش رقم قليل، ده هو الطبيعي من 76 ل 70، لو الرقم ستينات سبعينات يقدر يرجع يمارس حياته بمنتهى الكفاءة يعني. ألف سلامة، ربنا مد ايده بالشفاء. معانا ملاك من اسيوط. ملاك اتفضل. ايوه يا دكتور. اتفضل يا ملاك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله حبيبي، اتفضل. عندي ابوي عمل عمليه استقصاء بالسره. ايوه. في شهر 2 2018. ايوه. ورجعنا تاني اليمن دول وعملها. هو قطع، هو قطع ابونيه عند الدكتور ولا ايه؟ نعم، هو قطع ابونيه عند الدكتور. عملها ثاني مره يا دكتور. طيب تمام. ايوه اليوم الاول وقابله 35 يوم النهارده وخرطين عم نجيب دم من انعاش. كويس، سؤال حضرتك نعمل ايه يعني؟ ايوه اللي مثلا عايزين نعرف ده، لازم حضرتك تراجع دكتور الجراحه اللي عمله العمليه، ممكن يكون في مكان الجرح فيه شويه احتقان او شويه تجمع دموي، راجع الدكتور اللي عمل العمليه. واحنا مش هنشيل الدرنقه. طب حضرتك اتفضل اقفل وانا معاك يعني. احنا مش هنشيل الدرنقه قبل ما نلاقي ان الدم ده اتصفى ونزل مكانه سائل اصفر بلازما، ده كده يبقى طبيعي. راجع الدكتور بتاعك، ممكن مكان العمليه يبقى فيه تجمع دموي او الجرح ما قفلش او غرزه فكت، يتراجع حضرتك الطبيب يقول لك فيها ايه ان شاء الله يا حبيبي. يوسف اسيوط، ازيك يا يوسف؟ يوسف من اسيوط، اتفضل يا يوسف. الحمد لله حبيبي، اتفضل.
زوج إبراهيم مصنوط تحت ليه مواليد 11/5/41. ربنا ربنا يديك الصحة. أنا سامعك حبيبي سامعك. أنا مواليد 11/5/41. ربنا يديك الصحة. بروح الكنيسة ما لاش أقف عشان أتعب المجي أخش الحمام 30 مرة في الليل وفي النهار. أنت عندك سكر؟ ولا الحمد لله. عندك انت عندك يا سكر يا بروستاتا، انت بتخش الحمام 30 مرة؟ ولا سكر ولا بروستاتا ولا حاجة اشكو ربي. يعني عم رحت للدكتور مسالك بتروح 30 مرة وما عندكش سكر ولا بروستاتا، امال عندك ايه طيب؟ انا ما عنديش غير البول نفسه وياه، انا ذيك الليلة عملت نظام شهر 5 عم نعجل. ايوه الحمد لله ونسكوا ربي. لا مش غير المية اللي عجبني يا دكتور. طب انت رحت لدكتور مسالك يا حبيبي؟ طب عشان الخط مش واضح، تروح لدكتور مسالك يكتب لك علاج يقلل لك البول ده كتير. طب حبيبي معلش لو كنت سامعني سلامتك ألف سلامة. تروح لدكتور مسالك، لو مفيش لا سكر ولا بروستاتا في أدوية بتقلل كميات البول، ممكن وعندك مشكلة في هرمون التبول يعني، فتروح لدكتور المسالك يعني. أمير من المنيا، تفضل يا أمير. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي، تفضل. أنا كان قمت من النوم فجأة لقيت عندي مشكلة في الدودين الاتنين اللي مش تمام. بديت اتعالج الوقت قليل يعني من فطريات من حاجات كده، لكن كان الاكتشاف في النهاية انه عندي عدوى فيروسية حصلت في المخ، في عصب السمع في المخ، والموضوع كله ان هو جهاز المناعة هاجم العصب ده. ففيما بعد اكتشفت انه يعني فقدت ودن ونص على مقياس السمع يعني. فالوقت سؤالي انا اتوجه لدكتور ايه؟ جهاز مناعي انف واذن ما عملش معايا حاجه، فقط بيدي حاجات مسكنات عشان الوش والطنين. مع بتاع الانف واذن تروح لدكتور مناعه، مع يعني الاثنين مع بعض. انا اكتشفت انه تخصصات كثيره في المناعه يعني صدريه ومناعه، بطنه ومناعه، مخ واعصاب ومناعه، روماتيزم ومناعه، فانا محتاج تخصص معين ينفع مع الانف والاذن. مخ واعصاب ومناعه. طب هل ممكن يتكرر الموضوع ده ان الجهاز يهاجم اي عصب تاني مثلا في الجسم؟ بعد الشر عليك. لا يعني ان شاء الله ان شاء الله ما تتكررش باذن ربنا، وغالبا الموضوع المناعي بيجي في حته واحده في الجسم كله وما يتكررش بقيه العمر يعني. قول يا رب وان شاء الله ربنا يعفي عنك وعني وعن الكل حبيبي ويتمم لك الشفاء، ما تخافش. ربنا يباركك، تعيش يا دكتور حبيبي. سلامتك الف سلامه. وديعه من المنيا، اتفضلي يا وديعه. وديع، أنا آسف، وديع من المنيا، تفضل يا وديع. أهلا بيك حبيبي، تفضل. أنا سعيد إن سمعت صوتك، سعيد جدا. شرف ليا. وشفيت الأمراض، أشكر الله يعني سمعتك. يا رب يخليك، يا رب يخليك حبيبي، يا رب يخليك. يا رب يخليك. حبيبي غير أنا كنت خدت ورق حركي ووجعني وباخد بيسترك. وانا والمدام السكر على عندنا، انا في التراكم طلع 8.8 وهي في التراكم طلع 10.5 وشويه، وبناخد جلتر 50/800 مع الدكتور المعالج. المشكله ان عند المدام ما بتنامش بالليل، الليل كله غلقانه والليل كله ضهر، نعمل ايه؟ طيب هو السكر بقى عالي ولا مظبوط ولا كويس؟ لا السكر حاليا بعد الجلطة طبيعي اتظبط شويه. طيب شوف هقول لحضرتك حاجه، هو واحد من ضمن عيوب السكر انه بيعمل شويه ارق بالليل.
أرق بالليل. يحمل عرق بالليل. أيوه. هي مش معتقدة يا دكتور إن السكر بيحمل عرق بالليل، وأنا قلت لها كل الأعراض كثرة التبول، عندها إمساك، عندها ألم في المعدة، كل ده سبب السكر. صح. وهي سابت نفسها ما بتاخدش علاج. لو نسينا راحت للدكتور. نظبط السكر كل ده يروح. كل ده يروح حبيبي، كل ده يروح. طب انت عارف حضرتك ان يعقوب اخذ رحيل بعد اسبوع مباشره ثاني. ايوه، بس قاعد يدفع الثمن 20 سنه. خدها بعد الاسبوع الثاني. بس قاعد يدفع، بس قاعد يدفع الثمن 20 سنه. 14 سنه. 20 سنه وشغال خدها. لا 14 سنة خد حبيبي. السكر ضيع خدمة القرى، صدقني أنا حزين. السكر ضيع خدمة القرى، مش قادر أتحرك، مش قادر أخدم، مش قادر أتحرك. على فكرة لو السكر لو السكر اتظبط بتاعك هترجع تخدم تاني، ما تخافش. طيب خلاص، أمين يا دكتور. أمين يا حبيبي. أنا مش عايز حاجة من الخدمة، يعني أنا بخدم على نفقة خاصة ومعايا معاش. أيوه وماله يا عم، اظبط يا عم اظبط السكر عشان الخدمة، ربنا يشفيك وينزلك يا حبيبي، ما تخافش. ربنا يخليك، أنا سعيد أسمعك. ربنا يباركك. وأشكرك ويا رب البنات تكون سمعت في الغرفة الثانية. ربنا يباركك يا حبيبي. بنت الرب من القاهرة، ازيك يا بنت الرب؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يبارك حضرتك. شكرك. جدا. شكرا. معلش يا دكتور، عندي حاجة محيراني بخصوص بنتي. هي عندها دلوقتي 7 سنين، بس لما كنا صغيرين يعني كنت لوحدي أصلا، هي أول بيبي، فكنت لما جيت أختمها كنت يعني مش عارفة أعمل إيه. المهم كنت بعودها إن هي تركب أكنها يعني أنام وتركب على إنها حصان لحد ما تتهدي وتنام. خدت يعني خدت على العادة دي. المهم برسمها بصعوبة. هي دلوقتي عندها 7 سنين، بتغيب كل وقت والتاني، وتجيب المخدة وتركبها على إنها حصان. فأنا فهمتها وقلت لها رجليك هتبقى شكلها مش حلوه، تمشي تقع يعني بحاول اقنعها ان كده غلط. هي لسه الموضوع ده متابع معاها بس على خفيف. طب اخر حاجه لسه الاسبوع ده، فبتقول لي يا ماما انا طب عايزه انام، او بحس اني عايزه انام في الموضوع، يعني مش عارفه اعمل ايه بصراحه. شوفي، اديها حاجه تلهيها وهي بتنام. انا اتخبيت لان احنا كبرنا خلاص، احنا 7 سنين. معلش، بس هو الفكره ان الواحد لما بيتعود على حاجه صعب يبطلها، فاديها حاجه تلهيها وهي داخله تنام. اديها عروسه تلعب بيها، اديها حاجه تمسكها في ايديها، خليها تمسك يعني لعبه بتحبها، بس بلاش حكايه الحصان ده، الله يبارك لك. انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. معلش، ربنا يساعدك تلاقي بديل تمسكه في ايديها، بلاش رجليها دي. اوكي. وهم البنات لما بيلاقوا حد متفاهم معاهم وباله طويل بيتحسنوا جدا يعني. معانا عبده من اسيوط، اتفضل يا استاذ عبده. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله، اتفضل حبيبي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضل حبيبي. الله يخليك. انا عايز اسال في بخصوص مرات اخويا، في كعب رجلي مش بتقدر تحمل عليها كده، فكشف الدكتور قال لها في شوك عظميه فيه، فخدت بعض العلاج والكلام ده كله، فيعني مسكنات يعتبر. ففي حمله هي خايفه تاخدها بتاعت اللي هي الكورتيزون والكلام ده كله، ف ايه نصيحه حضرتك انك تاخدها؟ الحقنه ما تخوفش ابدا يعني. يعني تعمل الحمله عادي يعني. ما تخوفش خالص، دكتور عظمي اديها لها، او دكتور يعني روماتيزم، اي حاجه في الاثنين دول بتوع العظم شاطرين جدا. وهي قاعده في العياده بتاخدها، بتقعد بس موجوعه شويه صغيرين، تاني يوم بتقوم تجري زي الرهوان. بالنسبه لكتاب لي علاج قبل كده، كان وشك كده والكلام ده كله علاج دواء يعني. معلش، هو لو المسكنات ما جابتش نتيجه بنضطر ناخد الحقنه، ما فيهاش حاجه يعني. سلامتها، سلامتها، الف الف سلام عليها حبيبي. انسي من القاهره، اتفضل يا انسي. ما فيش.
الو الو، نقفل التلفزيون يا انسي من فضلك. تقول له تفضل. الو تفضل يا استاذ انسي، تفضل. الدكتور مجدي؟ ايوه تفضل. يا مرحب بيك يا دكتور، عامل ايه؟ مرحبتين، اهلا بيك انت. انا من سوهاج بس قاعد في عين شمس، شارع دريات في الكنيسه، يعني قاعد في عين شمس. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا اهلا، معلش يا دكتور معي شكوى اقولها لك، انت زي اخ كبير يعني. تفضل. معاي كنت مره على الميكروباص عورتني دراعي اتكسر، فجبسته سمعني دكتور؟ سامعك يا حبيبي، تفضل. هو دكتور فجبسته والتجبيس طلع ما نفعش، فبعد كده في غضاريف في رقبتي. اول ما كنت امشي الاول واول ما قعدت الغضاريف كبرت، عملت اشعه الرنين طلع في غضاريف في الرقبه دايسه على النخاع الشوكي ومأثر على ظهري، مش قادر امشي جليل خالص يعني. تفضل، سؤال حضرتك ايه؟ تفضل. سؤالي انا معايا غضاريف في الرقبه، فلما وقعت الغضاريف في الرقبه دي دايسه على النخاع الشوكي فاثرت على ظهري ورجليا، فعمشي جليل خالص مش قادر امشي. طب حضرتك اقفل وانا هرد عليك، يعني عشان الصوت بس مش واضح. هو دلوقتي حضرتك لو عندك غضاريف دايسة على النخاع الشوكي باينة في الرنين المغناطيسي، لازم تستشير دكتور جراحة مخ وأعصاب، لأن في احتمال كبير حضرتك تحتاج عملية. لما بندوس على الأعصاب بنأجل عمليات، مفيش مشكلة، لكن نخاع شوكي الاحتمال الكبير إن حضرتك إن شاء الله ما تحتاجش يمد إيده بالشفاء، بس لازم استشارة الدكتور، لأن دوس العمود النخاع الشوكي ده معناه إن الحركة هتتأثر ومع الوقت بعد الشر عليك ممكن الحركة تتعب أكتر يعني. فمن فضلك دكتور جراحة مخ وأعصاب نستشيره، تعمل رنين مغناطيسي ويقول لك هل هتحتاج عملية ولا لا. حبيبي مجدي اسكندرية، أستاذ مجدي تفضل. أهلا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور. شكرا حبيبي، تفضل. بقول لحضرتك أنا كنت وقعت وجات لي كدمة في النخاع الشوكي، الكلام ده بقاله 18 شهر، فروحت مستشفى القوات المسلحة. أما قعدت خمس أيام في العناية، وكان عندي بقى أشعة في الأطراف الأربعة، مفيش حاجة بتتحرك في الجسم كله. فا يا دوبك الدكتور شافني بس بحرك كده سنة، وإداني كتب لي على علاج اللي هو ترنتال 400، وكتب لي على السدرين 500، وكتب لي حاجات تانية اللي هي الكونستانتين دوت، وقال لي لازم علاج طبيعي هتستمر عليه مده كبيره. انا خدت حوالي 120 جلسه. طبعا حضرتك كنت لابس البامبرز وعامل قسطره وبتاع، كل ده انا شلته بعد خمس ست اشهر. ابتديت اشيل العجله اللي انا كنت بركب عليها، ابتديت امشي على المشايه، ابتديت بس بقالي بقول لحضرتك 120 جلسه فعلا انا واخدها، ودلوقتي يعني لازم حد يسندني في المشي، وبسوق العربيه حلوه، بس لما انزل العربيه لازم حد يسندني. هتطول العربيه العمليه دي قوي يا دكتور ولا يا اخي؟ فال الله ولا فعلك يا اخي، ربنا يشفيك احسن من 1100 دكتور يا حبيبي. يا رب يخليك يا دكتور، ربي يخليك. انت اتحسنت تحسن مبهر على فكره. قوي يا دكتور يعني. انت اتحسنت تحسن كويس جدا، دي الكدمات دي ممكن تقعد العمر كله ما تخفش، كونك بتسوق عربية وبتنزل وبتتحرك ده بركة كبيرة. وانزل يعني انا بيني وبين البحر حوالي 8 عمارات بمشيهم ما باخدش عربية، وبقعد على ايه قدام البحر كده وبرجع ماشي تاني. انت كل يوم تعمل لربنا شكر، كل يوم تقدم لربنا يعني كلمتين شكر انك انت ابتديت تتحرك. في ناس بتقعد بقيت عمرها على كرسي متحرك. فانت الحمد لله ده انت في نعمه وبركه كبيره تحمد عليها ربنا،
وطالما اتحسنت يبقى الدنيا ماشية لقدام ومش هنرجع لورا تاني، ما تخافش حبيبي. سلامتك، ألف سلامة. صبحي من الأقصر، السلام عليكم. اتفضل يا صبحي. صبحي من الأقصر. اتفضل يا أستاذ صبحي. أيوه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اتفضل يا حبيبي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور تاني، اتفضل. مساء يا دكتور. أيوه حبيبي. ألو. اتفضل. أنا بقى سنتين النهارده نفسي أنام بخمس دقايق، وعامل عملية قسطرة مرتين. قسطرة في القلب؟ ألو. عامل قسطرة في القلب مرتين. طب وما بتنامش ليه؟ ما تروح لدكتور اعصاب يكتب لك، تروح لدكتور اعصاب على طول يكتب لك. رحت لدكاترة الاعصاب كلهم، ولا وكل دكتور يديني منون، ما انامش بالليل ولا وجسمي النهار كله سايب. لا انت علاج، يعني رحت لدكاترة مخ واعصاب، رغم كده بيدوني منون تجيل، لكن ما نمشي بالليل ابدا. طب شوف الليل كله على الكرسي في البلكونه، لدرجه انا وقعت في البلكونه اوجع من على الكرسي، لكن عشان افرض جسمي على السرير انا لا. طيب بص، بعدين انا عايز منك حاجه تعملها تفيدك قوي. في عياده او في دكاتره اسمهم دكاتره نوم، تخصص نوم، عياده اسمها عياده النوم، بيتعمل لك دراسه على مستوى النوم بالليل، اسمها عيادات النوم، موجودة العيادات دي في القصر العيني عندنا وفي جامعة عين شمس. تقدر تروح تزور الدكتور ده، بياخدك عنده، بيستضيفك كام ساعة، يخليك تنام ويعملك دراسة على مستوى النوم، يحدد لك العيب فين. طيب بنت الرب من القاهرة، اتفضلي يا بنت الرب. مساء الخير يا دكتور مجدي. دكتور مجدي معك، اتفضلي يا ماما. بقول لحضرتك زيادة المغنيسيوم بتعمل ايه؟ بتعمل اسهال ومغص ووجع في البطن. طيب انا مريض بصداع شديد، مريض بثلاث مرات زيادة فيتامين بي 12، فهو قارب على الانتهاء، بس عندي صداع مازال متمكن مني يعني. فهل من نقص المغنيسيوم تقريبا، انا عندي كمان نقص المغنيسيوم اكتشفت بعد كلام حضرتك، هل من نقص من المغنيسيوم ولا من السميه بتاعت فيتامين بي، ولا من هما الاثنين مع بعض؟ لا هما الاثنين مع بعض غالبا. طيب التنميل اللي عندي كهرباء في ايديا ورجليا، تنميل عباره عن كهرباء وحرقان، برضه من نقص الكالسيوم؟ ممكن جدا. من نقص المغنيسيوم؟ ممكن من نقص المغنيسيوم، ممكن من نقص فيتامين د. انا عندي فعلا من نقص فيتامين د برضه، هو 16. طيب افضل اخذ فيتامين د لحد امتى؟ انا باخذ خدت قرص 5000، وحاليا ماشي على قرص 1000 في اليوم مع زنك ومع كالسيوم. لا لازم فيتامين د. بصي لازم فيتامين د يوصل لرقم 50. طيب يعني افضل اخد لغايه ما اعمل تحليل تاني يوصل ل 50. عند ال 50 هتلاقي الاعراض كلها اتحسنت ان شاء الله. سلامتك حبيبتي، الف سلامه. ساره من القاهره، ازيك يا ساره؟ يا دكتور مساء النور، ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا ساره؟ انا سعيده ان انا بكلم حضرتك يا دكتور. انا اكتر ليا الشرف، اتفضلي. احنا اكتر يا دكتور. انا عندي عملت رنين مغناطيسي على فقرات الرقبه، عندي تنميل في دراعي، وكان في المخطط بتاع كتفي ده كان الم فظيع يعني، فالدكتور اداني كام دواء كده مش عايزه اقول لحضرتك. لحد دلوقتي يعني انا بقالي شهر لسه في تنميل برضو في نفس الايد، في نفس دراع اليمين، وبيجي في اخر الكف كده يا دكتور اقعد بقى يعني الم 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 في الكف، لدرجه ان انا اقرش فيه كده. في عندنا فقرات في الرقبه مضغوطه او مخشنه او في غضاريف او حاجه؟ ايوه يا دكتور، انا عامله اشعه رنين مغناطيسي. عملتي علاج طبيعي ولا ما عملتيش؟
لا، العلاج الطبيعي الدكتور قاله لي في البيت، رياضة كده، رفع الكتف وحركات في الذراعين كده يا دكتور. لو ما جابش نتيجة روح لحد متخصص في العيادة يعملهولك. الدكتور علاج طبيعي يعني؟ اه طبعا طبيعي، بس اوعى تروح لحد غير طبيعي، فاهم الفكرة؟ تروح اه لدكتور طبيعي ايوه يا طبعا. دكتور. اه طبيعي الدكتور. انا حضرتك برضو نقص المغنيسيوم ده، انا في حاجات من اللي حضرتك قلتها برضو، الم في مشط الرجل كده، بحس بتشنج في اعصاب آه رجلي، خدي بتبقى حركه كده لما اجي انقل رجلي، اتحرك ابص الاقي رجلي في الصوابع بتاعت رجلي كده عملت حركه تشنج كده، ما اقدرش ابدد رجلي. مفيش مانع تاخدي، ايوه يا دكتور. مفيش مانع تاخدي مجموعة وارق أملاح. في النوم برضو، وارق في النوم، آه وصداع خدي بيجي لي مغنيسيوم. صداع يعني من فترات متباعدة كده شوية. خدي مغنيسيوم، مفيش مشكلة، المغنيسيوم ممكن يفيدك جدا جدا في الموضوع ده حبيبتي. سلامتك، ألف ألف سلامة عليك يا حبيبتي. إبراهيم من الجيزة، ازيك يا إبراهيم؟ ألو، اتفضل إبراهيم، اطفي تلفزيونك وكلمني من التليفون. حاضر دكتور. اتفضل. تمام كده يا دكتور؟ اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، اتفضل. حضرتك يا دكتور، انا بنتي عندها 5 سنين ايوه، وبتكح باستمرار طول الشتاء، تمام؟ فحضرتك دلوقتي انا كشفت لها عند دكتور انف واذن وحنجره، والدكتور قال لها تعمل عمليه لوز ايوه ولحميه. كويس. فانا مش قادر احدد بقى الكحه ديت من صدريا حساسيه، ولا من اللوز هي اللي بتعمل معاك الكحه شوف، الشديده دي في الشتاء. لو اللوز محتقنة وفيها صديد ومتكررة الالتهاب ومتضخمة هيبقى من اللوز. هو قال لي اللحميه عندها متضخمه واللوز عندها ملتهبه. خلاص، يبقى الراجل الكلام مظبوط. هي الالتهاب، اللوز ده بنشيل اللوز الملتهبة لو الالتهاب اتكرر عليها اكتر من 4 مرات ل5 مرات في السنة. هي كل شتاء عامة، كل شتاء، ما فيش يوم بيعدي من الشتاء الا لما تكح كحة طيب، جديدة عشان على طول ما بتفصلش. اوفر لك وقت، لو الدكتور كشف على اللوز لا محتقنة ومتضخمة واللحمية متضخمة، تشيلها عشان ما تتكررش عليها تاني ان شاء الله. سلامتها حبيبي، الف سلامة. ابن الرب من المنيا، اتفضل يا ابن الرب. دكتور مساء الخير. مساء النور. بعد اذنك يا دكتور، انا عندي الرجل الشمال ملتهب قديلها بتاع 5 سنين او 6 سنين، وجد كانت بيجي التهاب وطروب، بس اصبح دلوقتي قديلها بتاع شهر شدت عليا جو، ورحت عند دكتور مخ واعصاب وعملت اشعه رنين مغناطيسي، قال لي ان انت عندك انزلاق غضروف في الفقره الرابعه والخامسه. كويس. وكتب لي علاج، كتب لي علاج وعطلني حقن، وما فيش اي نتيجه نهائي، ورجلي مش هقدر اقف عليها، وانا حضرتك شغال في الدهانات ما بقدرش اقف يمكن ربع ساعه ورجلي شوف، الشمال زي النار يا دكتور. لو الالتهاب الغضروفي ما تنصحني تحس، بيه يا دكتور؟ انصحك بالاتي: علاج طبيعي، علاج دوائي، علاج طبيعي، عمليه. يعني علاج طبيعي وعلاج طبيعي وعمليه لازم بالظبط. الاول اعمل علاج طبيعي وخد فترة علاج طبيعي، لو اتحسنت اتحسنت، ما اتحسنتش يشيل لك الغضروف اللي دايس على الفقرة دي بقت سهلة جدا العمليات دي على فكرة. صفية من اسوان، تفضلي يا صفية. ايوه تفضلي يا صفية. مساء النور ستي. انا بشتكي من ظهري، رحت الدكتور وطلب مني اشعه وعملتها، الاشعه طلعت فيها خشونه في الظهر وفي الرقبه، في الفقره الاخيره دي فيها مضغوطه، وفي نقص فيتامينات طبعا، فيتامين د وبعض الفيتامينات، ودلوقتي بعمل علاج طبيعي، طلب منه الدكتور لازم اعمل علاج طبيعي لفتره، فالالم برضه موجود مش عارف اعمل ايه يعني عشان الالم ده. شوفي الفقره كامل اللي فيها مشكله الاخيره في القطنيه، يعني الفقره
طيب شوفي ستي، انت بتاخدي علاج دواء وبتعملي علاج طبيعي، لو خلال شهرين ثلاثة ما تحسنتيش نفكر في عملية. وربنا يكفيكي شر العمليات ومشاكلها، إن شاء الله ما نحتاجش، بس لو العلاج جاب نتيجة مع الراحة والتمارين والعلاج الطبيعي خلاص مش هنحتاج حاجة. بس أنا بقول من باب الاحتياط، مش عاوز أضايقك، لكن يعني لو ما ارتحناش يبقى في قرار تاني إن هم نشيل الغضروف اللي دايس ده على الأعصاب بتاعة ظهرك يعني. طيب سلامتك حبيبتي، ألف ألف سلامة عليكي. طيب أحبائي المشاهدين، كان لقائنا اليوم على موضوع المغنيسيوم المعجزة العلاجية. أتمنى تكون الحلقة يعني قرينا معاها كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. أشكركم طبعا لمتابعتكم الجميلة والمتابعة لطول الأسبوع اللي بتطلع على الفيسبوك، هتشوفوا حالا اللينك بتاع الفيسبوك على الشاشة. أشكركم لأن العدد يعني تزايد بسبب محبتكم ومتابعتكم وصلواتكم. بأكد لكم إن الصفحة دي هي الصفحة الرسمية الوحيدة، وأنا أشكر الحقيقة بعض الصفحات اللي اتسمت بالأمانة، اللي كانت حاطة اسمي ثم اكتشفت أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الأمانة، فكتبوا كده في الصفحة إن هذه الصفحة ليست خاصة بالدكتور مجدي، وحطوا اللينك بتاع الصفحة دي. طبعا ده يعني الحقيقة رغم إن أنا كنت يعني مش ناوي اقول، لك الحقيقه اثمن واشكر امانتهم ان هم عملوا كده، عشان اللي داخل على الصفحه يبقى عارف ان دول محبين فلان بيحبوني وانا اشكرهم على المحبه. بس دي كانت نقطه امينه، برافو عليهم انه عملوا كده، اشكرهم يعني. انا بشجعهم وبشجع اي صفحه عليها اسمي وما زالت غير امينه في النقطه دي تقول دي مش صفحه الدكتور مجدي، صفحته هي الصفحه الفلانيه، انما احنا محبين ومسؤولين عن نفسنا يعني. فاشكر هذا الامر جدا يعني. الحاجه التانيه هتلاقوا نفس الاسم ده دكتور مجدي اسحاق عربي وانجليزي على اليوتيوب، عليه برامج كتيره جدا جدا في كل الحلقات بتاعتنا. ممكن تخش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل خاصيه الجرس وتتابع معانا الحلقات كلها علشان تقدر تتابع يوم بيوم الحلقات بتاعتنا يعني. بفكركم ان حلقتنا بتتذاع 3/8 مساء، تتذاع بكره 4/2 الظهر، ثم اخيرا يوم الجمعه الساعه 5 مساء. صدقوني طول الاسبوع احنا بنفكر فيكم وبنصلي، وانتوا طبعا اكيد بتصلوا لنا عشان نختار لكم موضوع يقدم راحة وشفاء وسعادة وبركة للجميع. صدقوني احنا مش سايبينكم في قلوبنا، انتوا غالين علينا جدا واحنا عايشين علشانكم. صدقوني المجهود اللي بيتبذل امام الله من اجلكم، اي حاجة تطلبوها احنا تحت الامر والخدمة في اي وقت طول النهار وطول الليل. ربنا يفرح قلوبكم ويخليكم لينا، وإلى أن أراكم في الحلقة القادمة الثلاث المقبل، لكم مني أطيب وأرق وأجمل وأحلى الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.